يعني لو انت عايز تبقى مثير، تبقى مثير ايجابي، مثير بحاجه كويسه، بحاجه محترمه، تعمل شيء كويس، تعمل تتكلم كلام كويس. على فكره يعني بعض الناس اللي بتزايد على جماهير النادي الاخر سواء من الاهلي او من الزمالك، على فكره كتير من الجماهير القاعده الكبيره ما بتحترمش اللاعب ده، يعني مش هتحترمه. يعني لو انت معتقد انك انت بتاخد الفيدباك بتاعك من بعض الناس على السوشيال ميديا، في ناس كتير جدا محترمه يقول لك لا عيب كده، انت ازاي تقول كده؟ يعني اهانه الغير مش معناها ان انا حب المكان يعني. يعني اصل انت بسهوله دلوقتي مثلا وانت نادر السيد وانت قاعد معايا تدغدغ مشاعر جماهير الزمالك مثلا، وتقول ان جمهور الزمالك مثلا انا بديك مثلا يعني بالزبط اكتر شعبيه من جمهور النادي الاهلي، وتبقى ترند على فكره وتهاجم من جمهور النادي الاهلي بالظبط مثلا. سهل الموضوع. بص يا كابتن احمد، الموضوع عشان كده بقول لك ان الموضوع السوشيال ميديا للاسف الشديد يعني بقت اثاره سلبيه على بعض الناس. يعني انا مش لازم اسعى ان انا اكون على كل المواقع عشان انا قلت حاجه شاذه، يعني مش شرط يعني حاجه نشاز يعني، فالناس تقول لك ترند. يقول لك مثلا ده احمد بلال بيقول مثلا على مصطفى محمد كذا وكذا مثلا، يعني بديك مثلا بالظبط بالظبط. مصطفى محمد ده بالنسبه لنا دلوقتي ده قيمه يعني، او لعيب احنا بنتوسم فيه فاحنا بنخسره النهارده لما بنضغط عليه كده. بس انا الحقيقه مع احترامي احمد او غيره، يعني انا ما افضلش ان زي ما احنا بنتكلم دلوقتي على بلال مثلا، مع احترامي بلال اخ وصديق وكل حاجه، بس بندي الموضوع حجم، احنا اللي بنكبره، احنا اللي بنكبر الموضوع. الموضوع فعلا بيبقى كبير. لا يا كابتن، يعني كل لما برامج كتير تتكلم وتقول وازاي بيقول كذا وازاي بيقول كذا، ما هو ده المطلوب يعني، ما هو ده المطلوب ان انا اقول تصريح معين فكل الناس تتكلم عليه وتتكلم فيه. يعني معايا ممكن نتكلم برضو على الحاجات الصغيره دي، انما في حاجات تانية الحاجات دي بتثير التعصب. ما ده اللي بكلم فيه، ما ده اللي قصدي عليه، ان بعض الناس يعني نوقف السيل ده ازاي؟ انا 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 متاكد ان بعض الجماهير الاهلاويه او كتير من الجماهير الاهلاويه ما بيعجبهاش ان حد من المنظومه. ما انت شفت ناس كتير محترمه في الزمالك عمرها ما بتطلع، ونجوم كبار ورموز كبيره جدا عمرها ما بتطلع تهاجم او تتكلم على انديه تانية، على الاهلي او الاسماعيلي او اي نادي من الانديه او بيراميدز. نفس الموضوع بالنسبه للاهلي، في ناس محترمه جدا ما تتكلمش بشكل سلبي على الزمالك. فانا مش هقول ان ايه يعني، كل نادي او كل جمهور نادي، كل لعيبه سابقين يحبوا جدا ان هم يشجعوا فريقهم. فانا بيعجبني قوي في البدايات الالترس والوايت نايتس، انه لك انا متعصب للنادي بتاعي بس، ماليش دعوه بالجانب الاخر، انا ما بهاجمش النادي التاني. فاهم؟ بعد كده حصلت حاجات بعد الحاجات ان بقت فيها هجوم من الغير يعني. انما ارجو ان الموضوع يرجع تاني مره تانيه، وبوجودك ووجود ناس في الاعلام، ناس محترمه، ممكن يرجعوا تاني. ايه قصه شمبونج؟ لا دي يعني اعتقد اتكلمنا فيها كتير، واعتقد ان النادي ان شاء الله يوصل، يعني هو دلوقتي في اطار الفيفا، وفي نفس الوقت اعتقد ان هو يعني هو بيعيدوا تاني صياغه الامر، لان انت عارف ان الموضوع كان حصل اتفاق ما بينه وبين الاداره السابقه، وبعد كده حصل تغيير في الاتفاق، وبعد كده حصلت المحكمه الرياضيه اخذت قرار. فانا شايف ان الحقيقه دلوقتي هو في الاطار القانوني، واعتقد ان الناس محترمه جدا اللي موجودين دلوقتي، فهم هيراعوا جدا حقوق الاطراف كلها، سواء حقوق نادي الزمالك او حقوق اللاعب ان شاء الله. احمد نادر السيد مبروك انضمامه 2003 منتخب. ان شاء الله. ايه بقى اخباره ايه؟ هيطلع نادر الصغير كده ولا ايه؟ لا هو احمد ليه كده، ليه كاريزما بتاعته يعني. انا والله بحاول اشارك طبعا معاه. يعني بحاول اديله او مش انصحه يعني، لو طلب مني النصيحه انا مع احمد، خد بالك الاب اب برضه في نفس الوقت، ان انا ما ينفعش ان انا افضل اتكلم معاه في الكوره 24 ساعه يعني. انما ممكن اديله بس ايه، اقول له خد بالك من كذا، واخد منك ايه؟ عنده ثبات انفعالي كويس. عنده هدوء في الجول كويس قوي، ما بيتاثرش الحمد لله بالضغوط والاجواء. عنده الحمد لله طموح يعني، مهما حتى طبعا نقله كبيره جدا وكلنا فخورين بيها، هو فخور بيها ان يكون اول عقد احترافي يعمله مع النادي، مع نادي الزمالك واللي اتربى فيه وكبر فيه. وان هو ان شاء الله موجود مع منتخب الشباب، منتخب دلوقتي اظن بقى ده طالع زملكاوي وبقى متربي في نادي الزمالك. لا وايت نايتس. انا مره اقول لك على حاجه، مره الفاينل، ماتش الفاينل بتاع النهائي بتاع الاهلي والزمالك، الاتحاد الافريقي، لا 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 مش ده، الكونفدراليه، لا اللي فات ده، انا عندي بنت تماره زملكاويه جدا كانت معايا في الماتش، انما الماتش اللي اتلعب في اسكندريه في برج العرب، فانا رايح الماتش، فانا قلت له طب تعالى معايا، كنت رايح انا واحمد، وتماره زملكاويه موت، تماره زملكاويه متعصبه ومعايا في كل الماتشات بتاعت احمد. فانا رايح، قال لي لا انا مش جاي معاك. ليه يا ابني تعالى؟ قال لي لا انا رايح
الدرجه الثالثه. مش هيخش معاك المقصوره. لا 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 روح هيخش وايت نايتس بقى وتشجيع وحاجات من دي وكده. خشونه الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجه شويه. النهارده احنا بنقول ان خشونه الركبتين مراحلها الاولى، الثانيه، الثالثه مراحل سهله التعامل معها. البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجه خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجه ولا في اي نوع من التعرض لاي خطوره. الناس مش متخيله نتيجه البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.